جايز كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا الف خير وانتم بتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم احنا رايحين نساعد درس يد بقطف الزيتون، انا وجوليا ولنوش وماما وبابا كل عمامي راح يروحوا نعمل الزيتون. كل عام وانتم بخير، خليكم لاخر الفيديو، اشتركوا بالقناه واعملوا لي لايك وشير. هاي بابا وقف سياره عشان نروح، يلا عن جد انا متحمسه. وصلنا أرد درسيده، هاي سيده، هاي سيده قاعد تعبي بالزيتون. كيف حالك يا سيد؟ هي عماتي هنا كلهم موجودين. كيف انت يا ستة؟ الحمد لله رب العالمين. هاي ستة أمي سادة يا يعطيك العافية. عنا قطف الزيتون اليوم بنقطفه، وانا بدي اقطف معاكم بس اصور. اهلا وسهلا فيك، ايديك بركه ان شاء الله. ان شاء الله ايديك بركه ان شاء الله. اجيت من الصبح؟ من الصبح على السبعة ونص جينا. يعني لكم زمان؟ صحيح. اي زيتون لقيت معاكي، لقيت مع ستة زيتون. نوصل زيتون ان شاء الله، الله يرضى عنا البركة انه للمسلمين كلهم. زيتون هينا كلنا سوا شفنا درس هيدو. يلا تعالوا نشوف عمل كياكي كمان مجموعة. ده راح اصوركم اياه وعمي. هاي كلهم قاعدين هنا بيشربوا شاي. خد يا محمد. مات مات. هي بتصورك يا ام وليد وانت على الشلة. مية. لا ولد. بدك. والله. شلة لا. مرحبا. مرحبا يا ام عبد الله. كبار وصغار يا ام عبد الله. زيتون اسود. نطي. واقع الزين اللي انا واقع عليه. بدحستك بدحست محمد. هي طالع فوق يا الله. هاي تيتا. تعالي نساعد تيتا. هديك بركة تيتا، هديك بركة ان شاء الله. صار. اي شاي باقيين يشربوا شاي. الله ايوه اي الله الله الله. اي جيران هناك كمان قاعدين بقطفوا زيتون. جيران طبعا درسي ده اسود واخضر. علاء علاء يا راجل ولقيتك حاشي. ما جات العصاين معاه. علاء بس بدها ان شاء الله بتعملها. تعالوا انتوا سيدوا سيدي. اي ولاد عمامي. هلا هلا. هاي ماما كوك عمي، كوك عمي يعطيك العافية. نورين بس صورين. ربي تاكلك وينها. لا صادر مصير لنا خضرة. ايش حربي تحكوش اسمها والله. بابا بابا طالعين فوق الشجرة بلقتوا زيتون. كيف الزيتون؟ ألف مسلس كثير بس الشجرة هذه مهمية. يعطيك العافية يا ستة. يعطيك يا ستة يا رب، يرضى عليك يا رب، يرضى عليك. وفقك في حياتك يا ربي. ولا شو عشان هذا ستة؟ هذه شيء اسمه مملة. ستة شعي. هذا شملانة شملانة. يا ستة نمت عليها سرية. بير ايوه. عن جد كان منظره حلو كتير، روعة. راح نغني لستة أغنية. ستة إلى توب وشاهد توب مدرس.
غزة جنب ورود وسنابيل من حواليها سبع جبال. يا ستي توبك محلى يسلم ايد اللي سوى اللي تسويته بايدي من بلحتنا البعيدة. هذا الغرزة غرزة ولبسته ليلة عرسة. هذا الغرزة من يافا وهذا الغرزة من غزة. والشال اللي عاكت فيك حرير وشكله صافي. لو يا ستي عافي ليك طول العمر مش كافي. ستي إلها طب وشال عالتوب مدرس غزة. خلصنا الأغنية. إن شاء الله بكون عجبكم الفيديو. اشتركوا بالقناة واعملوا لايك. طفل الجرس بس هيك. باي.